السلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك. وهذه الناس أنا فيها شيلة بنزلها في شهر شهرين، بما تعجبكم في قصيدة حاب أقولها لكم. دحين أقولها، أقولها لكم دحين. يالله أطلبك وادعيك، يا عالم أسرار تفرج على عبدك ضيق القلب مهموم غريبين على دينك. وأقول يالله يا القفار تزين لكل مسلم أمانة مهدومة. تمنيت إني أعيش راد عيشة التجار وسلامتكم يا رجال. وبالله كاتب الله، وبالله كاتب.